بيركي في شي عم بيوجعك أو في شي عم يزعجك؟ حلو كتير، معناتها أنا رح أطلب منك إنك تطالع صوت صغير لحتى نشوف إذا نجحت العملية. أنت جاهز؟ ممتاز. علي؟ بيركي طلع على ايدي. رح اطلب منك انك تطلع الهواء من هون لفوق، ما في داعي انك تلاقي صعوبة، بس بكفي انك تطالع صوت صغير كتير. ما بدي اياك تحكي بصوت قوي، بس طالع صوت خفيف. تمام؟ يلا هذا أحلى صوت سمعته بكل حياتي. ابني صار يحكي. برافو يا روحي، سمعتوا ما هيك؟ طبعا بالأول رح يلاقي صعوبة، بس بعد العلاج رح يقدر يحكي بشكل منيح. شوي 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 شوي. أهلا، منيح أنه ساوى العملية. وشكرا كثير إلك لأنك أصريت يا أخي الدكتور. وهذا كان أجمل يوم بحياتي كلها. تعرف شو بيركي؟ على الأغلب أنا هيك كمان. يطردوني إذا بدهم، غونيش. شو؟ خلينا ندعي انه ما يطردوا علي من المشفى. ان شاء الله سلطانة، ان شاء الله ما يطردوا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.